بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم الأستاذ عبد الرحيم حطاب. اليوم راح أحل لكم امتحان الإنجليزي لعام 2023، اللغة الإنجليزية الفصل الثاني للفروع الأكاديمية والمهنية مسار جامعات. هذا الامتحان يا جماعة امتحان بفيد الطلاب اللي بيقدموا من 75، وبفيد الطلاب الفروع الأكاديمية عشان يختبر حاله على مادة الفصل الثاني فقط. تختبر حالك على مادة الفصل الثاني من خلال امتحان وزاري، لأنه انتبه هاي الامتحانات اللي بتكون فصل أول أو فصل ثاني بتحتوي على مرات نقاط دقيقة جوا الأسئلة، تمام؟ فبكون امتحاناتهم مرات أدق من امتحاناتكم. بس لما أقول أدق من امتحاناتكم مش يعني تخاف، عجملة أو ثنتين بالكثير. فانتبه كويس، لأنك انت عارف أنه بدك تفوت الامتحان وانت أصلا بدك تكون حاسب حسابك على 4 جمل صعبين بدهم تفكير منيح. فنقول بسم الله، دائما بنقول للطلاب 186 علامة من 200، للطلاب الوسط ودون 16 علامة، عفوا 184، 16 علامة 4 دوائر للطلاب اللي بيكون دارس منيح. ترى ممكن تكون انت طالب ضعيف ودارس هاي المعلومة وتجيبها، وطالب من أوائل المملكة ما جابها، فمش شرط. فننتبه مع بعض ونتدرب على أسئلة وزارة أحسن لنا. نقول بسم الله. الجملة الأولى: Japanese students attend optional after school. هاي جملة حرفية من جمل الكتاب. After school tuition and activities. دائما بقول لك الطلاب بشكل عام، يابانيين أو أردنيين أو شو ما كانوا يكونوا، بيلتحقوا أو بروحوا بيذهبوا للدروس الافتر سكول، بتكون اختيارية. هاي الدروس الافتر سكول بعد المدرسة اسمها tuition. رقم 2، كمان جملة حرفية. عدنان never forgets. عدنان لا ينسى، ما بنسى ولا إشي، لا ينسى أي شيء. He has got an amazing memory. فالجواب B، memory. رقم 3، كمان جملة حرفية. If you send money to charity، إذا بترسل نقود للجمعيات الخيرية، you will make a difference. C، راح تعمل فرق أو تغير في حياة الكثير من الناس. رقم 4، كمان جملة تقريبا شبيهة فيها. ليلى made an excellent presentation. ليلى عملت presentation وين؟ متفقين دائما في السيمينار اللي هي ندوة ثقافية، حلقة دراسية بقوم واحد بشرح فيها، بعد ما يخلص بصير في نقاش وجهات نظر، فpresentation في سيمينار. رقم 5، الخيارات متشابهة في بداياتها مختلفة في نهاياتها، إذا هذا سؤال اشتقاق. Penguins are easily. Penguins البطاريق. من وين هاي الجملة؟ شو بعرفني؟ ما انت كمان ما بصير تلوم الأستاذ على أي كلمة أجتك من برا الكتاب. لا تكون زي السير فرانسيس في القصة دائما متعجب. حط حالك تحت كل الظروف في الامتحان إنه ما معك إلا ربنا. فكر، جملة اشتقاق المعنى مش مهم، فممكن الوزارة تلعب بشوية كلمات، شو المشكلة؟ فالمدرس هون ما بنلام إنه من وين أجت هاي الكلمة. هاي الكلمة أجت من برا الكتاب، حفظ القاموس عشانها، فمش منطق. فباجي بشوف شو بده بالجملة والله بفرجها. بطلع بعد الفراغ ما في من أولويات اللي تعلمتها، بطلع قبل الفراغ بلاقي الواي. أنا قايل لك إذا لقيت كلمة مع الواي أو لقيت نت، لقيت ظرف بشكل عام وفي ظروف ما بتنتهي بالواي، زي often، زي sometimes، زي never، زي ever، إذا لقيت هاي الكلمات اعتبر إنها مش موجودة. طلع قبليها، فقبليها في R. R بده الصفة، فالصفة عندك الخيار D، adaptable. رقم 6، سهى إز فراغ ماتش مور. يعني من كل الامتحان بالله تنتبه لي على هاي الجملة، هاي الجملة الوحيدة اللي بعتبرها مستاهلة. حتى بعطيها لطلابي لما أشرح لهم إياها في الأيام العادية، إنه هاي جملة حالة استثنائية كانت في الاشتقاق في الوزارة. سهى إز فراغ ماتش مور سكسسفول ذان هير أولدر سيستر. بيجي الطالب بتطلع بعد الفراغ مباشرة، ما بلاقي إشي يساعده. بيجي بتطلع قبل الفراغ بلاقي إز، بقول لك هاي بدها صفة. سوها إز أكاديميك ماتش مور، طب مش ضابطة. أجا بعد الفراغ ماتش مور سكسسفول، مقارنة. سوها إز ماتش مور سكسسفول ذان هير أولدر سيستر، جملة كاملة 100%. فالفراغ زيادة، الفراغ زيادة يعني ظرف أكاديميكلي الواي، تمام؟ لأن الجملة بدون الفراغ مكتملة، بدون الفراغ مكتملة إذن ظرف. رقم 7، In hot weather our buddies are in danger of. Of بدها ناون، اسم. طبعا الخيارات دلتني انه اشتقاق لانها متشابهة، فالاسم خيار A، dehydration. جملة رقم 8، Do you mind telling me. انتهى بعلامة سؤال. للطلاب اللي بأخذوا فصل أول بالجملة الرابعة فيه who which where، كنا نطلع قبل الفراغ.
للطلاب اللي بياخذوا الفصل الثاني اذا كانت نهايه الكلام علامه استفهام بيعرف انه على درس السؤال، فبتطلع بعد الفراغ. بعد الفراغ سوبر ماركت مكان، فاذا وير. اوكي اوكي. رقم 9 I think ذا مبين انها قاعده المقارنه. طب ذا بدها يا موست يا ليست يا اي اس تي، فالخيار سي واضح حرفي نص صريح ذا ليست بوبولار. جمله رقم 10 اف كلوز الدليل اف، هي قدامك. اف ذا تمبريتشر بلو زيرو ووتر تيرنز، بالاف كلوز في جزء محلول الجزء الثاني ووتر تيرنز فيرب اس مضارع، اذا الجواب مضارع. تمبريتشر مفرد، فاذا الجواب دي فولز. معلش عشان انا بحل على التلفون وبرنامج الكتابه مرات اصبعي ما بيجيب الخط، فانه الجواب مش خيار A بيطلع هيك صدفه مرات، فجوابك خيار D. طيب جمله رقم 11 I regret الى اخره I wish، اذا انت على قاعده wish فجوابك دائما ماضي، فتطلع الاربع خيارات ماضي. regret دير بالك regret دائما بتاخذ يا هاد يا هادنت اوفر ب 3، فباجي بتطلع عندي خيار بي صح وعندي خيار اي صح. فالطالب بصير شو يحكي؟ المثبت نفي والنفي مثبت، بما انها مثبته بختار نفي. هادنت جن انا معك 100% بس استنى، اتفقنا قبل ما تحل المثبت نفي والنفي مثبت تطلع هل عكس لك صفات؟ عكس. عكس ليت مع ايرليير، متأخر مع مبكر، فإذا بتصير المثبت مثبت والنفي نفي، فدير بالك. فإذا صارت هاد جن. لو بدك ترجمها حرفيا للعربي إذا الجواب بي، إنه I regret going، أنا ندمت إني رحت للفراش عشان أنام في وقت متأخر من الليل، أتمنى لو أني رحت مبكر. فإذا ظلت المثبت مثبت إذا عكس لك الصفات، فالجواب بي. رقم 12 مبين تصحيح الأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم. طيب الفراغ الأول بعده آند حرف سمول، فإذا النقطة راحت، فإذا مش واضح معك كبرت لك الشاشة شوي. فإذا خيار بي أكيد غلط، A و C و D مزبوط. طيب طلع لي على D physics، ما أنت عارف إنه المواد بالاشتقاق بتنتهي بالمقطع X ICS مش YSCS، فإذا D غلط، فصفى عندك يا A يا C. اقرأها حرفيا A physics C physics، قلت لك اقرأ حرفيا بالأخطاء الإملائية أوكي عشان تعرف تجيبها صح، فإذا الجواب معك راح يكون خيار C. طيب رقم 13 The scientists say that fish is good for the brain. It is said that. It is said that بالأربع خيارات، فإذا أنا بعرف أنه أنا على قاعدة الimpersonal passive، بكمل من ذات للآخر بدون أي تغيير. That fish is good for the brain. It is said that fish is good for the brain. فبين إنه خيار A هو الصح، لأنه أصلاً قبل ذات في say، فمتفقين إذا verb 2 was where verb 3، فما في verb 2. إذا have has verb 3 have has been verb 3، فما في have has verb 3. إذا verb 1 verb as am is are verb 3، فsay verb 1 فإذا am is are verb 3. الإت مفرد بتأخذ is والverb 3 said، هاي الغلبة كلها مريحك منها وكاتبها. طب شو ظل علي؟ ظل عليك تكمل من ذات للآخر بدون تغيير. رقم 14 Geography is more interesting than history. على المقارنة متفقين انه اذا اعطاك الجملة الرئيسية more دائما البداية من الآخر، فعلى السريع خيار A وخيار C غلط لانه البداية من الأول، فاذا البداية من الآخر من عند history. اذا البداية من الآخر يا اما less than، B less than لا، D less than لا، يا إما not as as، فإذا ما في الذي history is not as interesting as geography. طيب جملة رقم 15 How can you solve this puzzle؟ لما أمر على الجملة هاي دائما بعطي تعليق للطلاب، برد بعيده بلاش يكون في طلاب شاف الفيديو لأول مرة. Correct indirect question. Indirect question معروف، في عندك فعل اللي هو كان وفي عندك فاعل اللي هو يو، جيب الفاعل قبل الفعل فصارت هاو كان يو بتصير هاو يو كان، فهاو يو كان اللي هي خيار بي. طيب تعليقي أنا دائما اللي بظن أعيده لطلابي كالتالي، إنه لما ينحط فواصل بصير بيشبه الريبورتد سبيتش. الريبورتد سبيتش بيفرق على الاندايركت كويستشن، إنه الفعل بالريبورتد سبيتش بتغير، الفعل في الاندايركت كويستشن ما بتغير. بس في مرات بالريبورتد سبيتش الفعل ما بتغير، شو بنعمل؟ الخيارات كلها بتكون بين فواصل.
طيب بالإندايركت كويسشن عشان الفعل ما يتغير، توصي ونصيحة إنه الخيارات كلها تكون بين فواصل. لما الخيارات كلها تكون بين فواصل صار الجواب بي هو الصح، بينما لما الخيارات تكون بدون فواصل صار الجواب سي هو الصح. لو could you explain how you could solve this puzzle؟ طب يا أستاذ شو أجاوب؟ الكتاب معلمك على بي. جوابي أنا ما بقدر أجاوب، معلش مع احترامي لكل واحد جاوبها بي، ما بقدر أجاوب بي، بجاوب بي بحالة إنه كل الخيارات كانت بفواصل، فأنا جوابي سي. بدليل بدي أنصحك نصيحة إلك، إنه مش معك تعبيرات في الإندايركت كويسشن مثل do you know, could you explain, could you tell me, do you mind telling me, do you mind explaining. صح صح. طب ما في معك تعبير I wonder، معلش الخط عشان شاشة بس تذكير للطلاب ب I wonder. آه والله يا أستاذ في I wonder معي. طب هل تعلم إذا ما حدا منتبه I wonder ما عمرها أجت بالوزارة؟ إذا أجت I wonder بالخيارات تحت كان في فواصل ولا ما كان في فواصل؟ بدك تعاملها زي reported speech، المضارع بدك تحوله لماضي والماضي بدك تحوله لهاد وverb 3. هل تعلم؟ لا والله لا أعلم. ما هو لأنه ما حدا منتبه لها، والله أعلم مستحيل أنه الوزارة مش منتبهت لها، بس لحد الآن ما جابت عليها. إذا جابت على I wonder I wonder إجباري الجواب ماضي، إذا ما بتعرف اعرف. فعشان هيك أنا هاي تعليقي، وانت بالأخير انت اللي بتنقي وانت حر. طيب نيجي للقطعة. القطعة عن صادرات وواردات الأردن. القطعة كالتالي، بقول لك the text، السؤال الأول the report عفوا mentions four countries that most of Jordan's goods are exported to. تمام 100%. فقرة عن الصادرات exports وفقرة عن imports الواردات. بده countries الدول اللي الجودس البضائع exported، الأردن بصدر لها. تفضل الأردن لمين بصدر؟ هاي حاطط لك إياها تحت الدول. exports عفوا go to Iraq, the USA, India and Saudi Arabia. فهي جواب سؤال واحد موجود بنهاية الفقرة الثانية. طيب السؤال الثاني، write down the sentence which indicates the two particular services. في two services. بده write down the sentence، إذا نعطيني إياهم ضمن جملة مش تقسمهم لنقطتين. تعال نشوف وين السيرفيسز مع بعض. تفضل. يا سلام هيهم حرفيا services mostly travel and tourism. طب يا أستاذ وين الجملة بلشت؟ تعال بلشها من عند النقطة هيها. however the majority 65% of the economy is dominated by services mostly travel and tourism. فهي كتبت الجملة كاملة من ضمنهم two services. فلما يقول لك write down two اكتب two، لما يقول لك write down the sentence اكتب الجملة اللي بتحتوي على two، بدك تعطي النقطتين ضمن الجملة كاملة. أوكي أوكي. سؤال رقم ثلاث، جوردن imports different goods from different countries. أوكي إذن هون أجي على فقرة الواردات من عدة دول. write down two of these goods. أعطيني أمثلة على بضائع الأردن بيستورد منها. هيك قصده واردات، مش الأردن بصدرها، هاي صادرات. الأردن imports يعني بستورد، واردات. تعال جاي، هاي أويل نفط بالسطر الثاني، هاي غاز غاز، هاي كارز سيارات، هاي ميديسنز أدوية، هاي ويت قمح. طب هاي أمثلة، اختار لك اثنين منهم، بده اثنين. find a word in the text، بده معنى كلمة. a word معنى كلمة، يعني مش نص سطر، مش كلمتين، بتخص صفر. كلمة واحدة معناها companies which produce drugs، شركات الأدوية، مصانع الأدوية. هيا بالفقرة الثانية السطر الثالث pharmaceuticals، المصانع الأدوية. what does the underlined pronoun it، الضمير it عمين بعود؟ هاي الضمير it بنهاية السطر الأول، على مين بعود؟ تعال نشوف. it exports and imports، مين اللي بصدر وبيستورد بالقطعة؟ جوردن، فبعود على جوردن، جوردن لحالها طبعا. طيب نيجي للسؤال السادس استنتاجي. trade plays a vital role
in improving and supporting the economy of a country. بقول لك التجارة بتلعب دور رئيسي في تحسين ودعم الاقتصاد الوطني. Think of this statement, فكر بهاي العبارة, in two sentences, في جملتين اكتب رأيك. اوكي, وهذا السؤال تناقش استنتاجي اصلا, موجود سؤال حرفي تقريبا في الكتاب. ولو طالب قال لو كتبت من الفقرة الأخيرة في القطعة القدامي انه unlike other countries in the Middle East, Jordan does not have large oil or gas reserves. الأردن ما بيمتلك مخزون نفط وغاز, فلذلك السبب جوردن بيستورد نفط وغاز عشان يغطي احتياجات الطاقة وعشان ندعم الاقتصاد ومن هالحكي وكله. وأكتب لي شوي من اللي تعلمت عليهم بالإنشاء يا أستاذ, هيك بزبط؟ آه طبعا بزبط. طيب نيجي نشوف سؤال القصة والقصيدة. هاي المعلومة جيتك من القصيدة, بسألك السؤال كالتالي: What does the bear do in a nest? الطائر شو بيعمل بالعش؟ بركض على البيوض. فأكتبها عندك, معلش الخط عشان البرنامج, lays eggs. E-double-G-S. اوكي تمام. فاذا هذا السؤال واضح جدا. عندك موضوعين الانشاء اللي اجوا في هذا الامتحان. الموضوع الاول: In recent years, حديثا, vocational education has become among the priorities of the educational system in Jordan. التعليم المهني اصبح من ضمن الاولويات لنظام التعليم في الاردن. Write an essay, اكتب مقالة about the importance of vocational education, عن أهمية التعليم المهني, its advantages, إيجابياته, the opportunities that it provides for students, الفرص اللي بقدمها للطلاب, their parents, لأهليهم, the country, للبلد. الموضوع الثاني: Every morning, في كل صباح, so many people navigate the internet to read news while others prefer to buy newspapers for the same purpose. العديد من الناس بتصفحوا الانترنت وبقرأوا الأخبار, بينما الآخرين بفضلوا مين؟ newspapers, الجرائد, لهدف معين. نفس الهدف, يعني أنه يتصفحوا الأخبار. write an essay, اكتب مقالة expressing, بتعبر فيها عن point of view, عن وجهة نظرك, discussing the advantages and disadvantages of each one, اتناقش فيها إيجابيات وسلبيات كل نوع من أنواع أو مصادر انك تحصل على المعلومة, سواء كان انترنت او كان مصادر ورقية مثل الجرائد. كان معكم الأستاذ عبد الرحيم حطاب, الله يعطيكم ألف عافية.